قدامك 30 ثانية من ساعة ما يبدأ الكلام. استاذ جورج قرداحي؟ لا مش جورج قرداحي. هو حد بيقدم على فيزا بقاله 13 سنة وبيقرر فجأة وبيترفض، فبيقرر فجأة انه يدي لمراته حباية طلق صناعي عشان تولد جوه السفارة، اعتقادا منه انه لو ولاده تولدوا في السفارة هياخد الجنسية. يعني فكرة بعض انتقادات لبعض العيوب كده في البلد، او التمني او العتاب، في عتاب كده انه ليه ما نكونش احسن ناس في العالم، فبيتم بعض مقارنات كده. يعني عادة فيلم السينما صعب تحكيه، بس دي الفكرة عامة، لكن هو له عمق كبير. يعني طول عمره مهرجان دبي محترم وتنظيم وتنسيق عالي الجودة. يعني